الدوري السعودي في الفترة الأخيرة مولع جدا. تخيل معايا أن مباريات تتفوق على رتم مباريات دوري إنجليزي، يعني الدوري السعودي فارض نفسه، ما في أحد له أي رأي ثاني. ولكن يا عزيزي المتابع، إذا قلنا نبغى نشوف في لعبة FC 24 أفضل 3 فرق الدوري السعودي، نشوف اللعيبة اللي داخلها. طبعا هذا مو رأيي، هذا رأي المنتجي. راح نشوف أول فريق وهو الاتحاد، ونقيم اللعيبة اللي فيه ونشوف التجانس اللي بينهم. شايفين قدامي تشكيلة الاتحاد، يلعبون 4-4-2، بنزيما فوق أفضل لاعب في العالم، تقييم 90، أفضل لاعب في الدوري السعودي هو بنزيما. ودي أشوف البلاي ستايلز اللي عنده. البلاي ستايلز يا جماعة اللي ما يعرفها هي أتريبيوتس أو فئات جديدة نضافوها للإف سي 24، تركز على قوة اللاعب. زي ما أنتم شايفين الفينش شوت عنده، أو الشوت اللب إحنا نسميها، فهذه عنده بلاي ستايل بلس، يوم يجيك ذهبي شوية يعني هذا الشيء عنده جدا قوي أو أقوى من غيره. عنده ديد بول برضو يعرف يحطها بنزيمة، عنده انسايسف باس اللي هي باصات تخترق، عنده تيكي تاكا، عنده فيرست توتش، رينانتلس قوي، وتريفيلا يعني مهاري، وأيضا شوات جنبه حمد الله مهاجم أيضا. في بينهم تجانس مرة كويس قاعدين نشوفه، عنده بلاي ستايلز فينش شوت برضو وتشيب شوت، يعني عندك اثنين في الهجوم يعرفون يحطون الكورة، وحمد الله معروف بالباور هيدر فعنده رأسيات حلوة. إذا عندك في الأطراف أحد يرفع له، مثلا رومارينو يلعب تيكي تاكا رابيد أكروبات فيرست تاتش، ما عنده رفعات كويسة هنا، ممكن يكون يعني أكيد هو يرفع عنده الباسنج شوية. خلينا نشوف عنده الباسنج هنا، بيس شوتينج باسنج 71. نشوف كورونادو على اليسار قوته 78، لكن خلينا نشوف الباسنج عنده كيف. وين الباسنج يا طويل العمر؟ اول شيء نشوف هنا فلير فيرست تاتش تكنيكال، عنده لونج بول باس حلو، ممتاز. عندك واحد على اليسار ممكن يرفع لحمد الله، لكن هذا يعتمد على اسلوب لعبك في الاخير. فابينو في النص معروف ما يحتاج انه يعرف، هذا اللي حيمسك لك وسط الاتحاد. قوته 86، عنده بلاي ستايل بلس، ما عنده بلاي ستايل بلس، غريبة والله، فكر انه انترسبشن عنده، يقدر يقطع الكورة في النص. جنبه كانتي عنده انترسبشن، محور الأرض، محور الكون كانتي. وراها الحوساوي في الدفاع، جنبه في قلب الدفاع أيضا شرحيلي على اليسار، الظهير أيسر حوساوي، على اليمين مهند الشنقيطي. ومهند كم سرعته؟ بيس 81، ظلمته، مظلوم الشقي، ما عنده بلاي ستايل. والله انطلاقاته ممتازة، بس أحيانا في اللعب يكون مختلف، يعني لازم تشوف اللاعب في أرض الملعب غير الإحصائيات. والحارس المرمى ما عنده أي أتريبيوتس مع الأسف، بس قوته 81، بوزيشن عنده كويس. اوكي نشوف اللعيبه البدلاء عندنا. كمارا في الهجوم، جوتا جنبه ليفت ميدل، عندك فرحان في الدفاع، ما اظن انك حتاخذ فرصه يا فرحان دام فابينو وكانتي موجودين، لكن اذا في اصابات ممكن. فيليبي برضو في الدفاع المعيوف، عندك بام سعود والعليان رايت باك 67، العليان هذا 68، الشنقيطي لا بأس. الاتحاد ممتاز هجوميا، في الدفاع ممكن شوية كذا. ننتقل للفريق الثاني اللي هو النصر، راح نشوف فريق النصر شكلة النصر كيف. في الهجوم الدون كريستيانو موجود بريتنج 87، نشوف ايش هي البلاي ستايل، عنده باور شوت يعني يقدر يشوت من بعيد، أو بلاي ستايل بلس كمان يعني صفرة حق الباور شوت، عنده باور هيدر كمان، رأسياته قوية، عنده فلير، عنده مهارات تريفيا أكروباتيك، أي كمان إيريا اللي يقدر يطير في الجو، يقدر يعطيك أهداف من بعيد. نشوف على يسار مانا راح يوضع لكريستيانو، دائما راح يساعده، سريع وأيضا عنده فلير، وأكيد الباصات حقه كويسة، يعني باسنج عنده 79 بلس 6، مرتفع مستوى، بس معروف مانا عنده حطات كويسة. بروزوفيتش ورا في الدفاع، أوتافيو ورا كريستيانو، هو رايت ميدل بس حاطينه وسط، ليش؟ هذه تشكيلة جديدة،
اوكي عنده باصات حلوه، عنده تيكي تاكا، تكنيكال فيرست تاتش. اوكي هذا هذا لاعب مهاري يقدر يتحكم بالكوره يفكها بسرعه. الخيبري اي اوكي. طيب وراء على طول الخيبري سندر ديفنس، دفاع في الوسط او محور، اجريشن عنده عالي، عنده اكسلريشن كمان سريع كويس. تلسكا على اليمين، تلسكا ايش عندك في البلاي ستايل؟ عنده فينش شوت تريفيال اكروبات اوكي ممتاز. هجوم هجوم النصر ايضا كويس. نشوف الدفاع، تليس على اليسار 81 عنده بلاي ستايل بعد. عندك ظهير سريع تحتاج جدا لانه بعض المهاجمين يهجموا من الاطراف، فتحتاج اظهرتك تكون سريعه. فعلى اليسار عندنا ظهير سريع، على اليمين لا بأس الغنام. كم سرعته؟ 81 والله. لا والله أسرع برضو، 81 الغنام أسرع. لابورتي في الدفاع، عندك لجامي أيضا في السنتر باك أو قلب الدفاع، وعندنا حارس المرمى أيضا ريتنج لا بأس فيه. في الاحتياط مران سترايكر صغير شكله في العمر، أي والله صغير ليلة. فوفانا سنتر ميدل غريب كمان موجود. عندك في الدفاع العمري أيضا وبوشار تقدر تغير بينهم. وهذا هو فريق النصر. ننتقل الآن إلى فريق الهلال. الهلال السعودي أظن عندهم أقوى تشكيلة. خلينا نشوف. الفريق كله مستواه مرتفع. متروفيتش، هذا متروفيتش مره قوي الفتره الاخيره، نهاء مره قوي. ابغى اشوف البلاي ستايل حقه، باور هيدر وكمان ينهي. شفت له كم هدف كذا صعب يعرف ينهي. مالكم وراه، مالكم كمان يعرف يحط اي انسايد باس، يحط لك باصات من النص. اختراقاته حلوه، رابت سريع. على اليسار نيمار، نيمار جونيور تريكستر معاه، وريتنج حقه 91 شكله الحين عشان يوم بدأ الموسم صار أكثر من بنزيمة. أجل بنزيمة مو على واحد ريتنج، صار نيمار عنده فيرست تاتش، عنده يا سلام، عنده بلاي ستايل بلس تريكستر، يعني مهاري جدا هذا اللاعب، وعنده سرعة ممتازة، عنده دريبلينج 93 يا سلام، قوي والله نيمار، قوي قوي جدا نيمار. نيفيس في النص دفاع 85 طاقته، سافج على يمينه 87 او ماي جاد يا ولد، ولا فريق مدريدي هذا. الدوسري على اليمين والله انك مظلوم دائما 80 ظلم، والله انك لعيب. عبد الحميد وراهم على اليمين رايت باك. وعندنا المدافع أيضا 85 طاقته، والبلاي هي 74، أحس إنه أفضل من كذا والله. والشهراني على يسارهم كمان طاقته 70. عنده رابد، أي حسيت إنه هو من انطلاقاته ممتازة، فعنده رابد. في الحراسة بونو يا جماعة الخير، فيعني الهلال إلى الآن متفوق جدا صراحة، لأن الفرق الثانية ممكن معاهم مهاجمين، لكن هنا في عندك دفاع مرة كويس، يعني طاقاتهم عالية. وأظن إذا حتدخل، أنا حلعب سيزنز مواسم الحين، فأظن أنه يعني حتاج فريق زي الهلال صراحة. أنا اخترتهم من الآن يا جماعة. البدلاء بس عندك الفرج، ممكن الفرج ممكن أدخله، عنده لونج باس، عنده تيكي تاكا. متروفيتش لكن سريع ولا لا؟ نشوف سرعته. لا والله يعني في الهلال راح تعتمد على الاستحواذ، راح نعتمد نحن نستحوذ على الكرة لأنه المهاجم مو سريع. لكن نيمار ممكن إذا دفيت له كرة ينطلق، بس أظن أفضل طريقة لعب بالهلال إنك تستحوذ على الكرة. يا سلام، لقيت واحد ماخذ النصر يا رب، على قمة راح تصير الحين، يعني الهلال ضد النصر. يلا كويس، عشان إيش أنت أي واحد الحين يختلف معاي يقول لك ها هزمك بالنصر. عمري الفينش، اوه حرام عليك، حرام عليك ضيعتني والله، ضيعتني حرام عليك. استلمها شرف وشوت،
والله اللي قطعها لا 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 يا دون يا دون. سوى باور شوت على فكرة، غلطان لو حطها، استعجل. لا لا مو مفتوح الملعب. تكفى تكفى تكفى. رجعت المدافع، رجعت المدافع، كان متسلل بس انا رحت اعطيته هدية، مش مشكلة. يلا اول الجيم عادي عادي عادي. يا عمري عليك والله انك وحش. لا يلتفت لي شوت بس. لاعب مرة قاعد يستخدم مهارة البلاي ستايل بلس حقت كريستيانو، كل مرة قاعد يشوت يشوتها باور، بس مو كذا تشتغل يا كابتن. وداني مين بس طلع الكورة خلاص. ايزي حطها. يا سلام، شوف لكم هدوء، في هدوء عزيزي المتابع. لو تلاحظ، لو تعيد الهجمة شوية وتلاحظ الهدوء، ما شت على طول. يا عمري عليك الفينش، ممتاز ممتاز. تروفيتش نيمار ممتاز صراحة في اليسار. الآن أنا أول مرة مسكته يمكن هذه الهجمة جبت جول. إيش بك واقف؟ ألعب يا كابتن. ألو، شكله يشرب مويه يسوي شيء. ضغطت بالغلط، والله ضغطت بالغلط يا كابتن. ضغط ستارت. طيب هات هات. لا 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 بطلع لك الكورة لا تخاف. يا عمري يا عمري. لا يا مالكم خربتها يا مالكم. انت الفيرست تاتش حقك زي كذا مستحيل. متسلل 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 متسلل. تبغى تعطيها كريستيانو يا ماني؟ ايش بتسوي؟ والله وداني وداني بالراحة مرة ثانية. صارت فيني مرتين، صارت فيني مرتين ورا بعض. يدخل علي انا اروح يمين ويروح يسار. يا اخي مش عارف انا ليش الناس تحب تهجم من عند العارضة، يعني ما هي مضمونة. ارجع ورا حرك لعب. امشي امشي فعلا. ودي يا سلام عليك الفينش. يلا 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 اللي بعده. وزع نيمار. انهي. ماي جود. يو يا الهدف يلي جاي من وين؟ جاي من وين؟ لا 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 يا جماعة، هذا الهدف حق التريلر حق FC24. هذا الهدف حق العملاق مهاجم مانشستر سيتي. هدف من عيار هالاند. شوف والله هدف هالاند. بنالتي بنالتي. يا سلام، مدري كيف جيت بس والله لا استهزئ فيك. هاك تشيب هوب يا حبيبي، روح انت هنا والكرة تخش من هنا. يا سلام يا رب. يا ممتع يا ممتع يا ممتع. مين اللي جابه حتى؟ مو نيمار، نيفيز. ما اختار لك نيمار حتى، اختار لك نيفيز جيب بلنتي عشان تجيب فيني جولين وانا اصور، وانا قاعد اصور. قاعد العب ديفيجن 10 تفضحني قدام الناس. هات الكوره روح اهجم. يلا واقف 1 2. يا سلام مدي هوب ودي. والله حرام ما تتفنش، حرام ما تدخل في الجول، حرام ما تدخل في الجول. ارفع للطرف، روح نط فوق الحارس. الان الكورنر يا عزيزي المتابع انا مره سيء فيها، مره سيء فيها من الجزء اللي قبل وانا احاول افهمها، بس ما ادري، احس انها مره تعتمد على الحظ. اللاعب بكيف يجري ولا يا كريستيانو يا كريستيانو. اقول لك انت من اول قاعد تضغط تضغط باور شد غلط، مو زي كذا يستخدموها. يا اخي هذا اللي قدامي ما عد عرفته والله لعيب ولا لا. اذا انت قاعد تتابع الحلقه انا اسف، بس ما ما فهمتك والله. روح وين؟ مشي مشي.
لا 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 والف لا مستحيل ما تحطها. استخدمت المهارة حقت اللي شوت بخارج القدم بس ضيعني. آه مو لك الكورة اللي بعدك. يلا روح انت شايفك. آه حطيتها غلط. لا 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 كذا كثير. أوه والله يا خصمي أنا آسف، ما كان ودي إني أسوي فيك كذا والله. لا جاي أصور حلقة وأمشي يا ابن الحلال. إيش صار؟ يا سلام يا ممتع. من اللي جاب الجول؟ والله ماني عارف بس انه ممتع. ايش تبى سواها مره ثالثه. لا ما تجيب جول مره ثالثه. شوف نقطه ضعفي انك تروح يسار لجهه القائم وتدخل تباصي، هذه نقطه ضعفي من 10 سنين وانا العب كوره. نفس الشيء. اوكي خلاص انتهت المباراه عزيزي المتابع بتفوقي باربع اهداف، واحده من الاهداف يا ريت لو نعيدها هنا في اي مكان نشوفها مع بعض. شايف هالند صار في جاء على الهلال، جاي يلعب في الهلال، شوف الهدف، استمتع استلذ. وكان هذا حلقه تقييمنا لفرق الدوري السعودي، وهذا رايي شخصي يا جماعه. الى الان اشوف انه الهلال فريق متكامل، صح انه بعض الفرق فيها نجوم ممتازه لكن نتكلم على دفاع وسط وهجوم الهلال ممكن تجابه فيه. النصر ممتاز، ماني جاب علي كم جول صح؟ اظن اكثر من جول. بكذا نختم حلقة اليوم اعزائي المتابعين، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيها، اعطونا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيه، وان شاء الله نجيكم بحلقات اكثر في الايام الجاية، ويعطيكم العافية المتابعة، سلام.